كل شغل وحدات اضاءه. بشتغل على الدولاب اللي هي الحاجات المدوره والحاجات اللي هي المربعه ديت بتتعمل على فورم. لا بستخدم كتير يعني الانواع. يعني اي واحد يجيب لي اي موديل من مصر انفذه له. ممكن يرسم لي موديل على ورقه انفذه له. عاوزه مستطيل، عاوزه مدور، عاوزه سامبوكسا، يعتبر محلي برضو. وبنصدر منه برضو ان شاء الله. في ناس برضو يعني للدول العربيه بتصدر منه، بتاخد منه اللي هي وحدات اضاءه كلها فخار، والقرارات السياحيه بتاخد اكتر كميات الوحدات الاضائيه زي الابليك، زي مثلا الفانوس، زي الحاجات ديت، عشان خاطر ايه ده بيبقى ليهم هم اكتر من الرخام والحاجات دي، او ارخص شويه، ارخص بكتير قوي من الرخام والحاجات دي. الفخار عامه الاجانب هم بيحبوا الفخار جدا، والفخار مشهور في كل جميع دول العالم، مش عندنا احنا بس في مصر، بس احنا الفراوده في الفخار. يعني مثلا اشتغلت في تونس واشتغلت في ليبيا، هم ليهم ابداع برضو يعني، بس بياخدوا مننا خبره يعني، الحمد لله بياخدوا مننا خبره الفخار دي، لان الفخار نشا في مصر القديمه. الاناء البلاستيك على انهم يعملوه ويحطوا في الزرع، بالعكس ده الجدر بتاع الزرع نفسه بيحصل له عمليه عفونه داخل البلاستيك، هو اساس الزرع ده لما تيجي بتشتغله وتزرعه في الفخار بيتنفس جوه الفخار.